أسعد الله مساكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم ساعات أجواء مستقرة في عموم المناطق، ارتفعت قيم الضغط الجوي وغابت السحب في عموم مناطق المملكة. هذه الأجواء المستقرة يتوقع أن تستمر خلال الأيام القليلة القادمة. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، يسود طقس مستقر بشكل عام، غيوم متفرقة، 7 درجات مئوية كحرارة دنيا الملموسة 5، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شرقية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر بشكل عام، ارتفاعات قليلة على درجات الحرارة، المفرق 18 إلى 6، إربد 19 إلى 7، جرش 18 إلى 9، وعجلون 16 إلى 7 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 19 إلى 7، عمان 15 إلى 6، البلقاء 16 إلى 9، مأدبة 18 إلى 6، والبحر الميت 26 إلى 15 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 16 إلى 6، الطفيلة 14 إلى 7، الشبك 11 إلى 4، معان 15 إلى 3، والعقبة 25 إلى 17 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق، طقس صافي 19 إلى 6، الصفاوي 18 إلى 4، وروشت 18 إلى 3 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.